سأرتدي ملابسي بنفسي. ذات صباح استيقظت روشا مبكرا، ذهبت لغرفة أمها فوجدتها نائمة. أرادت روشا أن تغير ملابسها. أحضرت روشا كرسيا وذهبت ناحية دولاب الملابس. كان الدولاب عاليا فوقفت على الكرسي. ألقت روشا ملابسها في كل مكان. بحثت عن باقي الملابس فلم تجدها. وجدت نعلها تحت السرير. وجدت بعض الملابس على حبل الغسيل. ووجدت البعض الآخر في سلة الغسيل. حاولت أن ترتدي ملابسها بنفسها وكان الأمر شاقا. وكانت الأم لا تزال نائمة. أصبحت روشا سعيدة لأنها استطاعت أخيرا أن ترتدي ملابسها بنفسها، ليست بالشكل الصحيح ولكنها سعيدة. وتوتة توتة، خلصت الحدوتة، حلوة ولا بلتوتة؟ تعمل لنا سبسكرايب وشير ولايك.